صباح الخير على كل طالب ثانوية عامة بيشوف الفيديو دوت وعنده امتحانات كمان كام شهر. في الفيديو دوت انا هكلمك عن شوية نقط تاخد بالك منهم ان شاء الله الفترة اللي جاية. شوف انت بتطبق منهم ايه، ايه ناقصك، ايه محتاج تشتغل عليه اكتر، ان شاء الله هيفرقوا معاك جدا الفترة اللي جاية. اولا يعني وبرضو النقط اللي هكلمك فيها مش بالترتيب، يعني مش اول نقطة هي اهم نقطة واخر نقطة هي اقل اهمية، لا الموضوع مش كده، كلهم مهمين كلهم زي بعض. فتعالى نبدأ على طول. اول حاجة انا عايز اكلمك فيها علاقتك بموبايلك. علاقتك بموبايلك خطيرة جدا 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 جدا. بمعنى انا يعني على مدار السنين اللي فاتت وتحديدا في النظام الجديد، وبقيس على الطلبة اللي بفضل الله النهاردة دخلوا كلية طب وطلبة الطب يعني اللي هم جابوا أعلى الدرجات، أنا عارف كويس وفاكر كويس إن الناس دي الفترة دي علاقتها بموبايلها شبه زيرو، ما بيفتحوش أصلا. فأو أنت خلاص عندك أداكشن ناحية الموبايل، خلاص كفاية عليه يوم في الأسبوع، كفاية عليه ساعتين بالليل، مش هيفوتك حاجة يعني، انما ان انت تبقى قاعد طول الوقت دماغك في الانستجرام ومين نزل ايه ومين عملت لايك على البوست بتاع مين، واي تخلف واي هبل. انت رقم واحد لازم تعمل كنترول على الكلام ده، تركن موبايلك، تعرف استخدامك ليه هتبقى مدته قد ايه، وزي ما بقولك كده دي مش حاجة انت تضيع وقتك فيها. اوكي طيب خلاص ظبطت الموبايل. نقطة تانية بالنسبة للمناهج بتاعتك، اتنين انت لو عندك مشاكل لازم تحددها انت بإيدك. يعني ركز يا حبيبي افهم، انت اكتر حد عارف مستواه، يعني اكتر حد عارف مستواك انت مين. ما تقوليش انا بجيب كام في العربي وبجيب كام في الفيزياء وجبت كام في الكيمياء، سيبك من الكلام، سيبك من الدرجات وسيبك من الكلام ده، والمستر قال لي انت جميل والمستر بيحبني قوي برضو، كل دوت ما يلزمنيش، ما ياكلش عيش. انت يا حبيبي فاهم الماده، فاهمها طيب، مش مراجع دي قصه تانية، في حته مش مذاكرها دي قصه تالتة، انما فاهم تمام، بعرف احل عليها وبعرف اطبق تمام، جبت امتحانات السنين اللي فاتت كده اديت بصه شفت نفسي انا ومستواي شغال مع الامتحانات، عملت الكلام ده جميل. طب انت ما عملتوش او عندك في مشاكل وحاطط في دماغك ان انت لا ده انا باخد فيزيكس مع شبح الفيزياء، فده انت ده شبح الفيزياء يا عم انت بتقول ايه؟ لا ما فيهاش اشباح يا حبيبي، شوف انت فين، انت اللي حدد مستواك الاونلاين. في بعض الاوقات او في بعض المواد اللي بيكون مش متابع كويس بيؤدي لنتائج وحشة جدا جدا عشان اكون صريح معاك، فانت تبقى واعي لنفسك، واعي انت فاهم ولا مش فاهم، حالل ولا مش حالل، ماشيه ولا مش ماشيه. مش مراجع زي ما بقول كده، لا هتراجع دي مفيش فيها مشكله، في حته واقعه برضو دي مفيش فيها مشكله، انما عندي مشاكل في ماده يبقى لا تعالي بقى مين الماده، طب ادور بقى، ابدا ادور على حلول كنت بشوفها اونلاين مع شخص، اشوف حد تاني، اخد فيها برايفت، انزل فيها سنتر، اتشقلب اروح لخالي مهندس يعرف فيزيكس او اخويا دكتور يعرف بقى. من الاخر حل مشكلتك بايدك النهارده او الفتره دي، انت تبدا تفكر، انت اللي تفكر محدش اللي يقولك، يعني ما تروحش تسال ماما تسال بابا تسال صاحبك، يا عم تسال مين؟ مفيش حد يعرف مستواك اكتر منك في كل المواد، فانت هتقوم جاي محدد مشكلتك فين، انت اوتوماتيكالي تبدا كده تشتغل على المشكله بتاعتك. نقطة تالتة برضو مهمة جدا وفارقة برضو بصراحة، صحابك 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 صحابك. بمعنى الجروب اللي انت متواجد فيه الناس دي يا اما هتاخدك لقدام يا هتجيبك لورا. انا عشان اكون صريح معاك، ما صعب ان انت تكون في جروب يعني اي كلام، مش بيذاكر مش مهتم منفض لها ومروق لها، وانت شايف نفسك عليهم نجم، فانت حاسس نفسك كده ان انت اينشتاين، يعني ما تروح تلاقي اللي جنبك مش فاهم حاجه واللي على شمالك صباح الفل واللي ورا في الكنافه، يبقى ده انا يا نهار ابيض ده انا رونالدو، انت عليهم عفريت. انما انت بقى اون سكيل وانت داخل امتحان ثانويه عامه قدام البلد كلها انت فين؟ ف من الاخر يا اما تكون عارف انت ماشي مع مين ومصاحب مين،
ولد او بنت بقى يعني، يعني انا ده صاحبي او البنت دي صاحبتي، واحنا واخداني القدام وبنشد بعض القدام، اهلا وسهلا بالصحوبية الجميلة دي. طب اي شكل تاني من اشكال الصحوبيات؟ لا بلاش، انا اللي بقول لك اهو، انا اللي بقول لك بلاش. انا من الحاجات اللي كانت بتحصل معايا وانا مدرس اهو، ومن طلبة اقسم بالله النهارده بيدرسوا في كليات الطب، دكاترة النهارده، هم دكاترة اللي منهم لسه بيدرس او خلص او انا كان ممكن اسأل سؤال في جروب، اسأل سؤال يعني الاقي ولا واحدة بتجاوب، وانا عارف ان هم عارفين، وابقى متعصب. طب انت عارف ما بيجاوبوش ليه حضرتك؟ عشان واحدة خايفة تجاوب، فالولد التاني بقى يعرف انها عارفة فيقول يحسدها يقوم جاي. لا يبقى كلنا نقعد بقر سوا، اول ما يلاقوني اتعصبت واول ما الجنونة هتبدأ تطلع عليهم تلاقي حد بقى يقول لك ايه، طب عشان الراجل ما يجيلوش جلطة فانا هجاوبه خلاص بقى، وانا اللي فقصده ممكن مش هقول ان ده خبث، مش هقول ان ده حاجه مش كويسه، ولكن كل واحد ليه المنتاليتي بتاعته، ليه عقليته. من الاخر كده مالكش دعوه، ما تبصش حواليك، اللي حواليك مش شرط يديلك الشكل اللي هو فيه، يعني ممكن يبقى اللي جنبك دوت باين ان هو متفوق وهتتصدم في الاخر بمصيبه سودة، وواحد تاني باين ان هو ضاربها صرمه وتلاقيه. فقصدي اقول لك ان انت تاخد كلام من حد ما تاخدش، تاخد نيجاتيف انرجي من اي حد حواليك برضو ما تاخدش، لان في عيال برضو غاويه ندب، تكلمه يقعد يندب لك ويعيط لك ويصوت لك ويسودها في وشك ويقول لك وهو اصلا ممكن يكون مخلص كل الكلام دوت ودايس عليه مرتين، بس قلقان هو طبعه كده، اما بيقلق بيعيط بيقعد يندب، يجيب مين بقى؟ يجيبك انت ويقعد يشكي لك همه، وانت يعني مش مجمع 20% من اللي هو يعرف، بس هو قلقان، وانت الله اكبر عليك يعني ودني بتحب تسمع يعني، فعايز كده ان انت يا عمي صحابك يا هياخدني لقدام يا بنقص، مش عايز صحابي يا عم الفترة دي، انا مني لكتابي ما ومش ركز في حاجة تانية غير السبع مواد اللي انا داخل امتحنه. نقطة كمان برضو مهمة جدا 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 بقى من هنا للسنة اللي جاية، يا حبيبي يا حبيبي وانت بتذاكر انت بتسمعش النشرة او بتسمع الراديو، في حاجة اسمها ورقة وقلم في ايدك، ما من غير ورقة وقلم دي مش مذاكرة، ده لسه بقى كمان في فوق الورقة والقلم، ولو طبقته الفترة اللي جاية يعني اقسم بالله هتحقق درجات انت ما تتخيلها، ان انت تكون بتذاكر بصوت عالي او جايب حد من اهلك مقعده انت بتشرح له، بمعنى مثلا وانت عشان كده بقى ما تقعدش تسرح بقى، يعني بكتب وبتكلم، مثلا اقول ان لو الباثوجين دخل البادي قبله الفيرست لاين، قبله السكن، بص بيقابله السكن، طب لو عدى من السكن بنعمل انفلاميشن، طب لو بعد الانفلاميشن، قصدي اقول انت وانت بتذاكر بتتكلم اهو بصوت عالي، واحد مستحيل تسرح، اتنين المعلومة بتخش وبتثبت، الورقة والقلم في ايدك على قد ما هتعمل من التلاتة دول انا متأكد انك هتتفوق. برضو من النقط اللي انا شايف انها مهمة جدا جدا في كل المواد، امتحانات السنين اللي فاتت بتاعت النظام الجديد، التسع امتحانات مهمين جدا ان انت تكون حلتهم وحللتهم وفهمتهم وعشت كده معاهم وفهمت اجاباتهم، عشان يعني المدرس بتاعك حلهم اهلا وسهلا، ما حلهمش تجيبهم انت تحلهم، لان انا برضو بستغرب البعض اللي ما بيحلش الامتحانات دي، لان يعني اقرب شكل للامتحان اللي هتشوفه السنة دي هو امتحانات السنين اللي فاتت. تاني امتحان السنة دي بتاع السنة ده اهو اللي شبهه مش امتحان المستر، اللي شبهه مش امتحان الكتاب الخارجي، اللي شبهه امتحانات السنين اللي فاتت، شبهه مش زيه، ممكن حاجات بتتكرر اوكي، ويمكن برضو مادة تفرق عن مادة، ولكن حلك لامتحانات السنين اللي فاتت هيفرق معاك جدا 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 جدا، وهيدخلك واقف على رجليك، ومهما جالك امتحان صعب ومهما اتلطشت هتبقى واخد على شكل الاسئلة وهتعرف تطلع من الامتحان، يعني مهما كان صعوبته ومهما كان مستوى. برضو من النقط المهمة جدا النوم بدري والصحيان بدري،
يعني ان ما يعني ان انت تكون بتنام زي البني ادمين كده الساعه 10 11 بالليل، وبتصحى برضو زي البني ادمين 5 6 الصبح، بتبقى فيري اكتيف، نشيط جدا جدا من 5 الصبح ل 8 الصبح. انت ممكن تعمل اللي ما لا يعمل طول النهار في الثلاث ساعات بتوع الصبح بدري دول. يعني تقول لي لا لا يا مستر، ده احلى مذاكره بقى مذاكره بالليل، تشقلب كده بقى اليوم وتشغل شويه مزيكا وتعمل شويه كبده وتقعد بقى. فيش الكلام ده يا عم، ايه التخلف ده؟ انت وقت ما هتمتحن مخك ده لازم يكون متبرمج انه يبقى اكتف الساعه 9 الصبح اللي هي الفتره بتاعت الامتحان. لازم يكون مخي فاهم انا بكون نشيط في الوقت ده. فباللي انت بقى بتعمله ومشقلب له الموضوع ومتعود ان انت الساعه 7 8 الصبح بتدخل بقى انت تنام، فمخك دلوقتي يعني الساعة 7 8 الصبح عارف ان ده ميعاد نومه. حضرتك هتروح الامتحان حتى لو انت فايق ومذاكر وعامل كل اللي عليك، بس مش مركز، ملوش لازمة بقى كل اللي انت عامله ده، مع احترامي. فلازم من دلوقتي تكون معود جسمك ومعود مخك ان انت بتنام بدري وبتصحى بدري ويومك مظبوط ومخك مظبوط وكل حاجة ماشية معاك تمام. مش هطول عليك اكتر من كده، شد حيلك، ربنا يوفقك. ما الموضوع ولا هو سهل ولا هو مستحيل، عشان اكون صريح معاك، يعني ولا هو سهل بالشكل اللي انت متخيله، او لان برضو بشوف بعض المدرسين عايشين في البطاطا بصراحة، وقاعدين لسه بيغنوا ويرقصوا ويعملوا مسابقات وجوائز وفوازير وحاجة كده في منتهى التخلف. فكك يا حبيبي واقفل الميديا كده ووشك في كتابك. فقصدي اقول لك الموضوع مش بالهيافة اللي هم يعني في رأيي. وبصراحة أنا الفيديو ده أنا عملته علشان كده، يعني أنا شفت فيديو كده مستفز جدا، كان يعني المجمل بتاعه إن إحنا لسه بنعمل بقى كومبيتيشن ومسابقات وجوائز، وأنا فقلت لا، الناس العلم يعني ممكن يكون متشتت في الهيافة دي، فلا افهم كده، اركز، سيبك من أي حاجة. الموضوع مش بالسهولة دي ولا بصعوبة المستحيل، لا برضو ولا هو مستحيل. وبرضو اخر حاجة برضو هقولها لك، لو انت شايف ان تايم اوت وات از اوفر وانا خلاص كده ونو واي وقفلت مني، لا والله هي ولا قفلت ولا اي حاجة. الفترة اللي جاية ديت هي دي يعني شهرين ثلاثة كده بما يرضي الله، وانا عندي ادرينالين ضارب والرت ومركز، ويعني هتلم الدنيا اقسم بالله وهتحقق. والكلام اللي انا بقوله لك ده الحمد لله رب العالمين قلتوا الناس هم النهارده في طب، وهم اللي مدين الثقه دي اللي انا بقى. يعني انا مش بقول الكلمتين دول برضه عشان ما تبقى انت متخيل ان انا بقول ان انا العفريت، لا بالعكس، ده هم اللي ادوني الثقه ان انا اطلع اقول لك الكلام دوت، لان زي ما قلت لهم الكلام دوت، والحمد لله انا النهارده بفتخر بيهم وبفتخر باي حد برضه دخل خاص او ما دخلش، حتى كل ولادي برضه يعني كلهم شقي وكلهم تعبوا، فانا افتخر بيهم كلهم. بس قصدي اقول لك ان هم دول الكلمتين اللي انا قلتهم قبل كده واللي انا بقولهم لك، انت يمكن تكون في شويه حاجات منهم واقعه منك. الموضوع مش صعب، الموضوع مش مستحيل، الموضوع عايز كده واحد مركز، الموضوع واحد حاسس بالمسؤوليه، حاسس ان في اب وام ورا منه وتعبوا وشقيوا، في كل بقى المنظومة اللي حواليك، عشان المدرس تعب، أخوك ساعدك، حد اتشقلب معاك، كل حد وقف جنبك، انت عليك مسؤولية ناحية الشخص ده، مسؤولية كبيرة. فانت هتتعب، تعمل اللي عليك، تموت نفسك، والنتيجة بتاعت ربنا، هات اللي تجيبه. وصدقني طول ما اللي حواليك شايفين ان انت موتت نفسك وتعبت وشقيت وركزت، والله ما هيفرق لهم النتيجة. يعني حتى لو كانت النتيجة ايه، هتلاقي الناس كلها يقول لك جميل، مبروك، تعبت يا حبيبي، عملت اللي عليك، خلاص شقيت، احنا راضيين. وممكن في وضع تاني تبقى انت جايب مثلا حاجة و80 ونقصك على الكلية اللي انت عايزها 2-3%، بس هم عارفين ان انت كنت طول السنة عمال مقضيها ميديا، فيقعدوا بقى ما انت لو كنت وانت نفسك هتحس بتأنيب الضمير. طب ما انا فعلا، ما الناس دي عندها حق، ما انا لو كنت لميت نفسي الشهرين ثلاثة دول، ال 2-3% دول، بدل ما انا دخلت جامعة خاصة، او بدل ما انا ما دخلتش الكلية اللي انا عايزها اصلا ودورت على بلان بي، كانوا ممكن يفرقوا معايا. خليك فاكر اخر حاجة هقولها لك، عشان انا طولت كده جدا في الفيديو، اخر حاجة هقولها لك، خليك فاكر ان الموضوع ان الواحد بيشقى اولا، اتنين
يعني او يعني مش عايز اعكسهم، توفيق ربنا يعني. انت الاثنين لازم يبقوا موجودين طبعا، التوفيق الاول والشقه الثاني بعيدا عن الترتيب، الاثنين لازم يكونوا موجودين. فلازم تشقى وبعدين تستنى توفيق ربنا، اوكي؟ انما استنى توفيق ربنا من غير ما اشقى، ده في المشمش. انا اللي بقولها لك اهو من دلوقتي، من ما تستناش قدام، في المشمش. تشقى، تعمل اللي عليك، تموت نفسك كده بقى، تستنى توفيق ربنا. طب ما شقتش وما تعبتش وما موتش نفسك، كمل انت. يلا ربنا يوفقك، ويا رب ان شاء الله اسمع دايما عنكم كل خير.